ضمن سلسلة المهرجانات التي عودتنا عليها غرفة صناعة دمشق وريفها، تم افتتاح مهرجان صنع في سوريا في مدينة اللاذقية بدورته 80 بمشاركة 135 شركة صناعية. هيكون في مفاجآت خلال 2019، مفاجآت كبيرة بتعطي سمة كبيرة لمهرجان صنع في سوريا، وخاصة في ازدياد الشركات بعدد الشركات وازدياد بعدد الشيء اللي رح نقدمه من خلال مهرجان صنع في سوريا. خلال الدورة اللي موجودين اللي احنا فيها مواكبين لنسور قاسيون منتخبنا العظيم اللي ان شاء الله رح نرافقه من خلال مهرجان صنع في سوريا، وان شاء الله النصر الكبير للمنتخب السوري والنصر لسوريا. انطلاقا بعام 2019 بلشنا من اللاذقيه بالدوره ال 80 لمهرجان صنع في سوريا يلي انطلق بعام 2015 من حمله عيشه غير. طبعا الشركه المتحده للصابون والنظيفات هي احد الشركات المشاركه على مدار 80 دوره ومدار الاربع سنوات. صنعنا مانع غباش لاول مره في سوريا بتصنع. هلا هذا مانع غباش حل مشكله لكثير من المشاكل بقلب السياره اثناء وقت اللي بيكون الجو بارد، فبيصير تكاثف غباش بقلب السياره. فقدرنا بعون الله يعني وبكل فخر ان شاء الله، وانه هي صناعه سوريه وفي سوريا بآن واحد. شركه كونسروا، المعمل هو بريف دمشق بمنطقه الكسوه. نحن بنقدم مواد هي جميعها من الانتاج المحلي، تميز بالجودة العالية. خلال الأزمة اللي مرت فيها سوريا إن تصدر منتجاتها لخمس دول أوروبية، وعندنا وكيلين من دول أوروبية كمان، وقدرت توصل للأسواق العربية. العروض كويسة، أنا دايما بجي باخذ، يعني بجي على المعرض مرتين وثلاثة، بس كل مرة باخذ شوي، يعني ما باخذ كتير، كل مرة باخذ شوي حسب ال كيف الأسعار؟ كتير كويسة عن جد، وفي فرق بين هون وبرا، الا قطعة بتلاقي بلحظة الفرق فيها 100 ليرة، في فرق كتير. تأتي أهمية هذا المهرجان من خلال تقديم كل ما يحتاجه المواطن بأسعار مقبولة من جهة، وخطوة إيجابية في تحريك العجلة الاقتصادية والصناعية من جهة أخرى.